بسم الله الرحمن الرحيم. تم عقد جلسة مجلس الوزراء المرقمة 44 لعام 2021 والمرقمة 79 في عمر هذه الحكومة. في بداية الجلسة قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومستجداتها وأصدر سيادته مجموعة توجيهات للساده الوزراء تتعلق بأهمية مواصلة الجهود المبذولة والعمل من أجل تذليل العقبات امام المشاريع التي تخدم ابناء شعبنا وعدم التاثر بالاوضاع التي يشهدها البلد في هذه الايام فالحكومه الحاليه وضعت منذ بدايه عملها مواجهه التحديات العديده ونجحت في العديد من الملفات وان تؤسس لبناء دوله المؤسسات كما تم مناقشه مجموعه من القرارات القرار الأول تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية الكافية في الوقت المحدد بسبب تأثرها وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل عام بجائحة كورونا وكان هذا القرار بطلب من وزارة الإسكان واتحاد المقاولين العراقيين وتم الاستجابة لهذا القرار لهذا الطلب وإصدار القرار المناسب تم اتخاذ قرار بدعم المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمختبرات الإنشائية هذه المؤسسات الحكوميه الرصينه لغرض القيام باعمالها اليوميه. كذلك تم مناقشه اصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات الاهليه الكليات والمعاهد الاهليه. وتم التوجيه للجهات المعنيه باكمال اصدار هذا النظام سيتم اصداره قريبا لضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات التربويه. كذلك تم التصديق على اتفاقيه دعم الشعب اللبناني عن طريق زيت الغاز بكميه 500 الف طن مقابل الخدمات المقدمه اضافه لهذا الموضوع هناك قرار مهم توجيه مهم بدفع مستحقات او جزء من مستحقات الفلاحين بقيمه 250 مليار في الايام القليله القادمه هذا طبعا جزء من مستحقاتهم هناك موضوع مهم ايضا يشغل كل العراقيين وهم المواطنين العالقين في بيلاروسيا حيث سيتم منذ يوم الخميس القادم تسيير اول رحله لغرض عوده العراقيين الراغبين بالعوده وستتحمل الحكومه العراقيه كافه المبالغ التي ستصرف في هذا الموضوع. ايضا تم مناقشه التقرير الذي قدمه البنك الدولي في الفتره الاخيره في الايام القليله السابقه وهو يؤشر لنجاح الاقتصاد العراقي حيث انعكس ذلك بزياده اقبال على شراء السندات العراقيه وهذا موضوع مهم جدا حيث هناك حركه للاقتصاد العراقي عن طريق هذا التقرير الذي اثبت نجاح الحكومه في المرحله السابقه في هذا الموضوع شكرا لكم تحياتي